لو انت هتفكر لازم البلاد بريشر، البلاد بريشر مثل ما بنعرف هو عباره عن كارديك اوتبوت ضرب البريفيرال باسكولار ريزيستنس. شو هو الكارديك اوتبوت؟ الكارديك اوتبوت از ذا امونت اوف بلاد ذات از اجكتد فروم ذا ليفت فنتريكل بير مينت. تمام، هو عباره عن الهارت ريت، الهارت ريت ضرب الستروك فوليوم. الستروك فوليوم هو الامونت اوف ذا بلاد ذات از بومب ايتش بي. تمام، يعني بالنبضة الواحدة رح يعطينا ستروك فوليوم، لما نضربه بالهارت ريت رح يعطينا الكارديك اوتبوت اللي هو الامونت اللي بتطلع ايتش مينس. الكارديك اوتبوت تايمز ذا بريفيرال فاسكولار ريزيستنس. بريفيرال فاسكولار ريزيستنس از ذا ريزيستنس ذات از اوفركم او اللي هي ذات ماست بي اوفركم تو بوش بلاد ثرو ذا سيركيولاتري سيستم اند كريت بلاد فلو. يعني لما يجي يطلع الكارديك اوتبوت الريزيستنس اللي بيقاومها هي البريفيرال فاسكولار ريزيستنس. فهي شرط رح تأثر لي على البريفيرال فاسكولار ريزيستنس او الكارديك اوتبوت هي اللي رح تعمل لي تشينجز بالبلاد بريشر. طيب الكارديك اوتبوت حكينا هو عباره عن صله الهارت ريت ضرب الستروك فوليوم. شو الاشياء اللي بتأثر لي على الهارت ريت؟ اهم شغله بتحكي لي فيه هو السمباثيتك والباراسمباثيتك سيستم. السمباثيتك سيستم بيزيد الهارت ريت والباراسمباثيتك بيقلل الهارت ريت. الستروك فوليوم اللي بتحكم لي فيه هو الكونتراكتيليتي والفينوس ريتم. فبالتالي نفس الفكره الكونتراكتيليتي بتحكم لي فيها السمباثيتك والباراسمباثيتك سيستم. صوت لو سمحتوا. طيب والفينوس ريتم هو اللي بيتحكم لي بالستروك فوليوم برضه، اللي هو بيعتمد على البلد فوليوم والاشياء اللي بتحكم لي بالبلد فوليوم مثل الالبستيرون والسمباثيتك والباراسمباثيتك سيستم. البريفيرال فاسكولار ريزيستنس في عندنا مالتيبل فاكتورز بتأثر لي عليها مثل انجيوتنسين، مثل الالفا والبيتا ريسبتورز، مثل الاندوثيلين. مثلا الاندوثيلين الالفا ريسبتورز الانجيوتنسين كلهم بيرفعوا البلاد بريشر. بالمقابل في عندنا اشياء بتقلل الريزيستنس زي النيتريك اوكسايد، زي مثلا البروستاجلاندين. طيب نرجع نحكي عن الميكانيزمز اوف ذا بلاد بريشر. كلياتنا بنعرف انه لما يصير في عندنا ديكريز بالبلاد بريشر في عنا سنسورز بالكدني رح تحس انه انا في عندي ديكريز بالبلاد بريشر، بالتالي بصير الكدني تفرز الرنين. الرنين رح يعمل على تحويل الانجيوتنسين الجني اللي بينتج من الليفر للانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 بيتحول لانجيوتنسين 2 عن طريق الريس انزيم اللي بينتج من اللون. الانجيوتنسين 2 بيعمل على افراز الالدوستيرون من الادرينال جلاند، والالدوستيرون بيعمل على الريتنشن للصوديوم وللووتر، ومثل ما بنعرف برضه بيعمل بيزو كونستركشن فرح يرفع البلاد بريشر. البلاد بريشر لما يرتفع رح الكارديكس فوليوم سنسورز تحس انه انا في عندي اليفيشن بالبلاد بريشر، رح تصير تنتج الاي ام بي والبي ام بي يلي رح يرجعوا يعكسوا هاي الميكانيزمز كلها وهكذا. طيب هلا definition of hypertension هو persistently elevated blood pressure based on two or more properly measured seated blood pressure on two or more occasions. لازم انا اقيس blood pressure بطريقه يعني adequate proper measurement، اختار الكف سايت يكون مناسب، اختار البيشنت نفسه يكون مرتاح، ما يكون مثلا بادر مشمود، ما يكون مدخن، يعني قراءه تكون proper وبنفس الوقت تكون على two or more occasions. هلا ممكن استخدم امبيلاتوري او سيلف ريكوردد بلاد بريشر ميجرمنت، انه انا اخلي المريض يقيس البلاد بريشر بالبيت عشان انه ما يصير في عندي ميستيكس، لانه في مرضى ممكن ترتفع قراءتهم بالعياده او تقل، فبالتالي بخليهم يعملوا امبيلاتوري بلاد بريشر ميجرمنت. طيب هلا في عنا مالتيبل كلاسيفيكيشن للهايبرتنشن، في عنا الجينسي كلاسيفيكيشن وفي عنا الاي اتش اي كلاسيفيكيشن. هلا الجي ان سي كلاسيفيكيشن بقسم لنا اياها لنورمال بري هايبرتنشن ستيج 1 اند ستيج 2 هايبرتنشن. نورمال لما يكون البلاد بريشر اقل من 120 على 80، لما يصير ما بين 120 و 139 ستيستوليك وديستوليك 80 ل 89 هذا بعتبره بري هايبرتنشن. من 140 ل 159 وديستوليك 90 ل 99 ستيج 1، وستيج 2 لما يصير اكثر من 160 على 100. هلا شو بفرق معنا الاي اتش اي كلاسيفيكيشن؟ انه بس هون ضافين لي كاتيجوري اسمها الاليفيتد بلاد بريشر، هي لما يكون البلاد بريشر من 120 ل 129 لكن الدايستوليك يكون نورمال، يعني انا بس في عندي اليفيشن بالسيستوليك بلاد بريشر. طيب
هلا في عنا ستاديز عملوها، ستادي عملوها هي نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن نشرتها، قارنوا لنا ما بين الانتنسيف تريتمنت فيرسس ستاندرد تريتمنت للبلد بريشر. الانتنسيف تريتمنت هي لما كان التارجت بلد بريشر تاعنا اقل من 120، في المقابل الستاندرد لما كان البلد بريشر اقل من 140. لاحظوا انه انا لما اعمل انتنسيف فيرسس ستاندرد تريتمنت راح يقل الاول كوز مورتاليتي، راح يقل الكارديك ديث، راح يقل الستروك، كل البرايمري كومبوزيت اوت كمز هاي الستادي قلت. بالمقابل انا لما اعمل انتنسيف تريتمنت راح تزيد السايد افكت، يعني اوكي انا في عندي بينفيشال افكت على الكاردياك على الستروك ريت، لكن بنفس الوقت في عندي انكريز في السايد افكت على الانتنسيف تريتمنت. طيب هلا ممكن احكي لك في عندنا مرات بيكون في عندنا ديفرنس بين البلد بريشر ممكن يصير خلال العياده او خلال مثلا البيت. في عندنا مصطلح بنسميه وايت كوت هايبرتنشن. الوايت كوت هايبرتنشن هو لما البلد بريشر يكون نورمال ديورينج يوجوال ديلي اكتيفيتي، لكن هايبرتنسف ان كلينيكال سيتنج، يعني بس المريض لما يجينا على العياده بيكون ضغطه مرتفع، لكن لما اجي اعمل له امبيلاتوري بلد بريشر مونيتورينج بيكون نورمال قراءاته. هذول بالعاده بخليهم يعملوا امبيلاتوري بلد بريشر مونيتورينج. الماسك هايبرتنشن بيكون بالعكس، انا لما يجيني المريض بتكون قراءته نورمال، لما يجي يعمل امبيلاتوري بلاد بريشر او قراءات في البيت رح تكون عاليه. هلا بوت الوايت كوت هايبرتنشن والماسك هايبرتنشن بيكونوا ات هاي ريسك، بصير في عندهم ديفلوبمنت بيرسيستنت هايبرتنشن او حتى الكومبليكيشنز بعد الهايبرتنشن ممكن برضه تكون سيجنفيكانت في الحالة. طيب هلا سيدو هايبرتنشن هو انه انا بيكون في عندي قراءه عاليه، كف بريشر عاليه، لكن الانترو ارتيريال انا ما في عندي هاي بلد بريشر. ليش رح يصير في عندي قراءه عاليه؟ بسبب انه انا بيكون في عندي اثيروسكليروسس او اثيروماتوسس، فرح يعطيني زي بوزيتيف هاي بلد بريشر. الايزوليتد سيستوليك بيكون انا بس السيستوليك بلد بريشر عالي عندي، هاي بالعاده بيكون بالالكولي بسبب الاثيروسكليروسس برضه. طيب شو تعريف الريزستنت هايبرتنشن؟ هو لما يكون في عندي بلد بريشر تريتمنت جول ديسبايت اوبتيمال ثري انتي هايبرتنشن ميديكيشن بما فيهم الديورتي، يعني انا بكون معطي المريض ثلاث انواع مختلفه من الانتي هايبرتنسف وواحد منهم ديورتي ومع هيك ستيل هاي بلد بريشر، فهذا بسميه ريزستنت هايبرتنشن. الهايبرتنشن بهذا برضه بيزيد من الهايبرتنشن عندهم. في
في عنا مالتيبل ثيوريز برضه افترضوها للهايبرتنشن. في عنا ثيوري بنسميها الجينيتيك هايبوثيسس بتفترض لنا انه في عنا مالتيبل بوليمورفيزم او ميوتيشن بتاثر على الابيليتي اوف ذا كيدني تو ابزورب ثوريوم اند ووتر، فبالتالي ممكن تعمل هايبرتنشن. وفي عنا ثيوري اللي هي الكونجينيتال لو نيفرن نمبر، لما يكون في عنا لو نيفرن نمبر برضه بتعمل ريلان امبيرد رينا ديفلوبمنت، فممكن يصير في عندهم برضه هاي ريسك يعني انه يصير عندهم هايبرتنشن. تمام. هلا شو الباثولوجيكال كونسيكونسز للهايبرتنشن؟ هو عباره عن مالتي سيستم ديزيز ممكن ياثر على كل سيستم في الجسم وعلى كل اورجن. اول شغله واهم شغله هي الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز. اهم شغله اللي ممكن يعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي ولا يسكت هارت فيلير، ممكن يعمل كونجستيف هارت فيلير، ممكن يعمل اثيروسكليروسيس وكاردييك اريثميا. طيب على البرين اهم شغله انه بعمل الستروك سواء كان اسكيميك او هيموريجيك ستروك. على الكدني ممكن يعمل arteriosclerosis، ممكن يعمل hyalinosis، glomerular and tubular interstitial ischemia. لما حكينا عن glomerular nephritis واحدة من الكوزز هي hypertensive nephritis. ممكن يعمل برضه retinopathy، ممكن نشوف changes زي hemorrhage مثل ما قلتوا لعطيه، ممكن نشوف bleeds، ممكن نشوف cotton wool spots، هي كلها changes بالhypertensive retinopathy. عشان هيك انا مرضى الهايبرتنشن لازم دائما اعملهم فولو اب، مثلا لازم اعملهم فولو اب ايكوكارديوجرام عشان اتاكد ما صار في عندهم هارت فيلير، لازم دائما اعمل لهم ايفالويشن للكيدني فانكشن عن طريق بعمل لهم اليوريا، بعمل لهم الكيدني فانكشن، بعمل لهم برضه يورين اناليسيس عشان اتاكد ما صار في عندهم مايكرو البيوريا، بعمل لهم انيوال اوبثالمولوجيكال اكزام عشان اتاكد ما صار في عندهم هايبرتنسيف ريتينوباثي. هلا التريتمنت للهايبرتنشن في عنا نون فارماكولوجيكال تريتمنت، في عنا فارماكولوجيكال تريتمنت. النون فارماكولوجيكال تريتمنت اول شغله الويت ريدكشن، الداش دايت. الداش دايت اللي هو الدايت اللي ابروفن عن هايبرتنشن. هلا هون بحكي لنا انه لازم يكون في عنا دايت ريتش ان فروتس فيجيتابلز، يكون في عنا ديكريز في الساتشوريتد والتوتال فاتس. الصوديوم ريدكشن لازم يكون في عندنا الصوديوم انتيك اقل من 6 جرام تقريبا بالصوديوم كلورايد. الفيزيكال اكتيفيتي سواء كان ايروبيك او ان ايروبيك اكتيفيتي، واكيد لازم ديكريز بالالكوهول كونسومشن. هلا الفارماكولوجيكال تريتمنتس في عندنا مالتيبل ايجنتس، في عندنا برايمري ايجنتس، في عندنا سكندري ايجنتس. مهم جدا اختار الايجنتس لكل مريض لحد، يعني ما في عندنا مريض بختار له يعني خلص ما في عندنا شيء ثابت، كل مريض حسب شو في عنده كوموربيديتيز بختار له واحدة من هذول الايجنت. هلا البرايمري ايجنت اللي هم بنشوفه معظم المرضى ماشيين عليهم واحد من هذول او يعني اثنين او كومباينيشن، اللي هم ثيازايد ديوريتكس او ثيازايد لايك ديوريتكس، الايز كولاي والكالسيوم شانل بلوكرز. هلا ثيازايد مثل هيدروكلوريك ثيازايد، الانزوبامايد، الميتالازون. الايز كولاي بنعرفهم، والكالسيوم شانل بلوكر في عندنا هيدروكلوريك. هلا سكندري ايجنتس في عنا عدة ايجنتس، في عنا ديوريتكس، في عنا بيتا بلوكر، في عنا الفا بلوكر. كيف انا بختار لمريض الهايبرتنشن للتريتمنت الخاصة فيهم؟ حسب مثل ما حكينا شو في عنده كوموربيديتيز. مثلا اذا مريض انا في عندي هارت فيلر، حكينا شو اهم ادوية لازم يكون مريض هارت فيلر ماشي عليها؟ الايس انهبيتور والار، وشو كمان؟ بيتا بلوكر. البيتا بلوكرز تمام، فممكن انا اختار له من سكندري ايجنتس عادي، ممكن اختار له بيتا بلوكر. طيب لو مريض عنده مثلا اسكيميك هارت ديزيز شو بفضل كمان يكون ماشي؟ مريض عنده ميوكارد انفاركشن، مريض عنده اسكيميك هارت ديزيز، شو حكينا برضه ان الادويه لازم استخدمها بمرضى الاسكيميك هارت ديزيز؟ برضه ايس او ار وبيتا بلوكرز نفس الهارت فيلير. طيب لو انا بنفترض عندي مريض مثلا عنده بناين بروستاتيك هايبرتريشيا، شو من الادويه ممكن استخدم له اياها؟ الالفا بلوكرز زي الدوكسازوسن، الالفازوسن. فحسب كل مريض انا بختار له يعني حسب يعني كل مريض لحاله. متى ببلش التريتمنت لمريض الهايبرتنشن؟ بشكل عام انا التارجت تاعي حتى ابلش التريتمنت هو 140 على 90، يعني اذا انا مريض عندي ما في عنده اي كوموربيديتيز، الكارديوفاسكولار ريسك عنده لو، كيف بحسب الكارديوفاسكولار ريسك؟ عن طريق شيء بسميه الاثيروسكليروسيس كارديوفاسكولار ريسك، هي عباره عن كالكوليتر فيها مالتيبل كريتيريا بحسبها لكل مريض.
إذا كان الكاردي باسكولار أقل من 10% أو المريض ما في عنده إيفيدنس كاردي باسكولار ديزيز أو ما في عنده أي كوموربيديتيز، إذا كان البلد بريشر 140 على 90 ببلش له تريتمنت، أقل من هيك ما ببلش تريتمنت. بالمقابل إذا المريض عنده كاردي باسكولار أكثر من 10% أو في عنده أي كوموربيديتيز زي مثلا دي أم زي سي كي دي زي هارت فيلير زي إسكيميك هارت ديزيز ستروك بريفيرال أرتيريال ديزيز، هذول لا بتزيد على يعني أكون شوي أجريسيف معه وعلى 130 على 80 ببلش له تريتمنت. طب شو التارجت تبعي إذا أنا بدي أنزل البلد بريشر؟ بالعادة معظم المرضى التارجت تاعي هو 130 على 80. مثل ما حكينا أنا إذا كان المريض جايين بنورمال أو إلي ميتد البلد بريشر يعني أقل من 130 على 80 بجي بالعادة بس بعمل اللايف ستايل موديفيكيشن. إذا المريض الضغط تاعه أكثر من 130 بهاي الحالة بجي بشوف هل في عنده كوموربيديتيز أو في عنده كاردي باسكولار ريسك عالي. إذا ما عنده ما ببلش له تريتمنت بخليه يفضل بس على اللايف ستايل موديفيكيشن. بالمقابل إذا كان في عنده كاردي باسكولار ريسك عالي أو كان في عنده كوموربيديتيز بدي أبلش له تريتمنت، بختار حسب كل مريض وباجي بعمل له اسسمنت بعد شهر. إذا كان التايب بتاعي إذا تشيف بقي خلص بعمل برجع بعمل له اسسمنت خلال 3 لـ 6 أشهر. إذا التايب نوت أتشيف باجي بعمل له انتنسيفيكيشن الثيرابي بضيف له أنذر إيجنت أو برفع له الدوز لأصلا الإشي اللي بياخده وبرجع بعمل له برضه ري اسسمنت بعد شهر. طب إذا المريض أصلا البلد بريشر أكثر من 140 على 90 في هاي الحالة مباشرة بدي أبلش له تريتمنت بفارماكولوجيكال تريتمنت. طيب مثل ما حكينا كل مريض له يعني حالة خاصة. تمام، إذا مريض مثلا عنده كورينري هارت ديزيز أو في عنده ام اي أفضل ايجنت استخدمهم هم الايس أو الار أو البيتا بلوكر. إذا مريض عندي مثلا ليفت فنتريكولار هايبرتروفي أو مريض عنده دايستوليك هارت فيلير ممكن استخدم له برضه الايس الار، ممكن استخدم له ثيازايد لايك ديوريتكس. إذا مريض عندي مثلا ديابيتيك شو أفضل دراج بستخدمه بمرضى الديابيتيك عنده؟ شو إشي دراج لينا بروتكتيف بمرض الديابيتس؟ الاس دي اي الاي الهم لينا بروتكتيف افكت بمنعوني البروجريشن اوف ديابيتيك نيفروباثي. فدائما اي مريض ديابيتيك عنده هايبر تنشن الفيرست لاين هو الاس او الاي. مرضى برضه الكرونيك كيدني ديزيز هذول افضل ايجنت لهم هو الاس والاي. فمثل ما انتم ملاحظين ما في عنا يعني قاعده للبلد بريشر، كل مريض له انديكيشن. اخر شغله رح نحكي عنها هي الهايبر تنسيف ايمرجنسي والايجنسي. الهايبرتنسيف ايمرجنسي والايرجنسي هي لما يكون عندي الفيتد بلد بريشر اكثر من 180 على 120. شو الفرق بين الايمرجنسي والايرجنسي؟ اذا في عندي اند اورجن دامج او لا. اذا المريض عنده اند اورجن دامج هاي بسميها ايمرجنسي، اذا ما عنده اند اورجن دامج بسميها ايرجنسي. شو هي الاند اورجن دامج؟ يعني مثلا المريض عنده كوميدال اسكيميا، عنده دايسكشن، عنده انتفالوباثي، عنده ريتيروباثي، عنده نيفروباثي. فدائما اي مريض بيجينا عنده بلد بريشر اكثر من 180 على 120 لازم اعمل له اي سي جي، لازم اعمل له سي تي بين، لازم اعمل له ثيرمولوجيكال ايفالويشن، لازم اعمل له كيدني فانكشن عشان اتاكد ما في عنده اند اورجن دامج. هلا اذا في عنده اند اورجن دامج بسميها ايمرجنسي، بهاي الحاله بدي رابيد امبروفمنت للبلد بريشر، بدي بارنتيرال ايجنت، ما بصير اعطيه شيء اورال يشتغل لي خلال يوم ولا يوم، بدي شيء يعمل لي رابيد امبروفمنت. فبستخدم اي بي ميديكيشن زي صوديوم نيتروفلوسايد، نيكاردابين، هيدرالازين. الجول تاعي ما قلل المين ارتيريال بريشر 20-25% خلال اول ساعتين. بالمقابل الهايبرتنسيف ايجنسي حكينا ما بيكون في عندنا اند اورجن دامج، فبهي الحاله ممكن استخدم اورال انتي هايبرتنسيف زي مثلا كالسيوم شانل بلوكر زي ثيازايد ديوريتك، وهون ممكن انزل البلد بريشر اوفر اور ستوديز. فبيهمنا دائما نعمل ايفالويشن لكل مريض حتى اعرف هل بدي اعطيه اي بي ولا اورال ميديكيشنز. في اي سؤال؟ خلصنا من هيك، خليكم عشان ناخذ غياب.